مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المشاهدين الأوفياء في كل مكان من الوطن العربي. مرحبا بكم في قناتي في فريكونسيز. أقدم لكم أحبائي اليوم وأرصد لكم جميع القنوات التي تبث أفلام أجنبية، لكنها في الحقيقة ليست مختصة، هي قنوات منوعة فقط، لكن بالليل تبث أفلام أجنبية رائعة أمريكية مترجمة للغة العربية وأيضا أفلام فرنسية. تابعوا معي الفيديو إلى النهاية للتعرف على كل ذلك. قبل أن أقدم لكم الترددات والقنوات، صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذا بدون إطالة نمر مباشرة إلى إضافة الترددات. من القائمة الرئيسية من نختار التركيب، ثم قائمة بي، ثم نضيف التردد الأول معنا 10 8 15، معدل ترميم 27500 والاستقطاب أفقي H. هذا التردد أحبائي تظهر عليه قنوات كثيرة، من بينها قناة هوم تي في وقناة 12 عربية. 12 عربية تبث بخاصية SD. هذا التردد أحبائي حزمة عامة، والتردد 11.054، معدل الترميز 27500 والاستقطاب عمودي V. هذا التردد أحبائي تظهر عليه قناة كويت تي في التي تبث أيضا أفلام أجنبية، والتردد 12.647، معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي H. هذا التردد أحبائي حزمة عامة، تظهر عليه قناة الفجر التي تبث مسلسلات أجنبية وأيضا أفلام أجنبية بالليل، والحزمة عامة. والتردد 10.921، معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي رأسي أو حرفي، كل على حسب الريسيفر الخاص به. هذا أحبائي تردد قناة الشروق تي في وكذلك الباهية تي في. الباهية تي في تبث بخاصية SD، والشروق تي في تبث بخاصية HD، والحزمة عامة. والتردد 11.677، 11.677، معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي رأسي أو حرف V. هذا التردد أحبائي حزمة شرقية، تظهر عليه قناة صلاح الدين تبث بخاصية SD. القناة تبث أيضا أفلام أجنبية رائعة. حاولت أحبائي أن أرصد لكم جميع القنوات المنوعة التي تبث أيضا أفلام أجنبية رائعة كي أثري القناة بهذا الفيديو. شكرا لكم أحبائي على مشاهدتي ومتابعتي ودعمي وتشجيعي. أشكركم جزيل الشكر على الدعم والاهتمام. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.